لقيت ما خوفيه اعدم. شوف انا ما باغاش نمرض، نظل الله ومشى. دخلت الكونفرساسيون اللي بين هاد الحراميه ديال الكاتبه ما بينها وبينه، عاطيها الفلوس باش تشري طوموبيل. قالت لي المهم درت داكشي اللي قلتو ليا. اغلب البنات قالوا لي يا اكرام سيري وقفي على شغلك، سيري شوفي يعني اش طاري. والصراحه ندمت لحقاش، انا كان عليا نبقى داخله سوق راسي ونبقى مبعده. جيت بغيت نبقش غير شويه، لقيت ما خوفي اعدم. يعني الا بقيت نمشي يوميا نبقى نكتشف شي حوايج اللي انا شوف انا ما باغاش نمرض، ما باغاش نرجع للاكتئاب، ما باغاش نتعصب من الداخل. ماشي سوقي، حتى انا تنخدم على راسي الحمد لله، راضيه بداك الصالير قلت لكم اللي تيجيني بلوس الخدمات اللي تنخدم. يعني انا ما محتاجاش ماديا لشي راجل يصرف عليا، ولكن تيبقى في كل حاجه تقولي رزق ولادي تياكلوا فيه عباد الله بالتلحوين وبالتلحليح. انا عاودت لكم الاستوار. المهم اليوم اشنو وقع. ماشي شويه ديال الموسيقى غير شويه. المهم كما قلت لكم في الاستراحه ديال 12 نظل الله ومشى. اي صوب شي تخربيق، خلى التليفون ديالو فوق البيرو. انا نورمالمون قسما بالله ما عمرني ما كونتروليت ليه التليفون، ولا دخلت تنبقش ليه في لي كونفرساسيون في الواتساب، ولا دخلت تنشوف شنو كاين. ما ماشي من طبيعي انا نبقش، لحقاش انا ما تنشكش، ما فيش داك الشك، داك الشك المرضي اللي تتبقى هزه تليفون راجلك وتقلبي. انا تليفوني ما فيه ما يتخبى، يعني تنكون حاطه فوق الطبله ولا في الكوزينه يتشارجا، راه تيجي شي مره تيهز التليفون يقول لك تليفوني ديشارجا نقلب على هادي ولا على هادي، ما تنقول ليه والو، ولكن انا ما نديرش ليه تليفونه. المهم ما علينا، دخلت الكونفرساسيون اللي بين هاد الحراميه ديال الكاتبه اليوم راه ما كانتش، كنت غير انا ما كانتش هي اليوم ما خدماتش. دخلت الكونفرساسيون ما بينها وبينه وانا نلقاها مراسله خايبه الطريه تيتقطع، تيقطعوا لك في النص. المهم بنات كما قلت لكم دخلت الكونفرساسيون، الاجوبه ديالو هو دائما قصيره. اليس كلار، اوكي كان بروبليم، يعني ما كاين مشكل، اوكي كلشي واضح. يعني اجوبته هو ديما قصيره، وهي كثرت لي السيناريوهات. ماشي هذا الموضوع، كل مره تكتب لي شي مشكل من المشاكل ديالها وهضرين حتى على. بقيت انا طالعه في الواتساب وما مسحت حتى كونفرساسيون، يعني الكونفرساسيون كلها كاينه. لقيت لالا راسله واحد المرسيدس، المهم مرسيدس واحد الطوموبيل قديمه ماشي جديده، وكاتبه لي انا راه ما نقدرش نبقى ديما نشد الطوبيس باش نجي للخدمه. ولقيت هذا المرسيدس ب 1800 اورو، المرسيدس قلت لكم قديمه مشخشخة ب 1800 اورو، ودابا ما عنديش كيفاش ندير. يعني هذا الشيء انا كاع ما في راسي، عاطيها الفلوس باش تشري طوموبيل. قالت لي باش نبقى نقدر نجي انا نخدم، راه ما يمكنش بالطوبيس وبهادي انها تتلقى صعوبه انها يعني تنقل باش تجي ديما. المهم انا ما هضرت ما تكلمت ما حتى حاجه، هو رجع ديك الساعه بقى شي نص ساعه برا. سديت التليفون رجعته فوق البيرو وضربتها بسقله صافي. من بعد مشيت خرجت ضربت دويره في الدي، هي هذيك جيت مع الوقت، جبت بنتي جايه في الطريق. نمشي منو على يبقى يبكي ولا شي حاجه، ما تيبغيش يخرجوا ليا علاش غادي دموع ولا شي حاجه على هادشي، ولكن من الداخل شنقول لكم راه ما لقيتش زعما شي رسائل غراميه ديال الحب ولا شي حاجه في نتلاقى ولا شي حاجه شي حاجه اللي فيها الخيانه زعما الخيانه، ولكن في لقيت في الاستغلال بالتلحوين والمشاكل ديالي وند هادي. وهو عطيها وانا العشرة اللي شفت انا دازو هادشي غير اللي شفتو انا اوفيسيال ديز، يعني من الكونط ديالو الكونط ديالها. اما داكشي اللي واش عطاها بريفي ولا دوك فلوس ديال الطوموبيل، انا ما شفتهمش فلوس ديال الطوموبيل، ما شفتهمش دايزين من الكونط لكونط، يكون عطاهم ليا كاش ولا الله اعلم. المهم انا ما عارفاش نتصرف، غنبقى ساكته وما سوقيش وما بقاش نمشي. علاش؟ شوفوا البنات انا راه خارجه من واحد المرض اللي ماشي ساهل، اللي هو البيبولاري ستورنج، يعني راه طلعت حتى للسما وهوت في اكتئاب حاد. ماشي مرض ساهل، باقا تنشرب الدواء بحرا بديت نتنفس ونشقى ونتحرك ونسوق ونقابل ولادي وندير ستوريات نخدم على راسي بزاف، بحرا بديت كنتنفس. يعني ما نبغيش شي حاجه تعاود تخربق ليا نفسيتي ونبقى مقجوجه ولا داكشي. علاش انا مابقاش نمشي ما سوقيش ما وداك تيقول لك الحلاحه غلبت الحاره، انا عزت نفسي وكرامتي فوق كل حاجه، ما نقدرش نبقى ندير على الراجل ونتلحون عليه باش يعطيني ولا باش يخلص عليا شي حاجه ولا ما نقدرش. انا ما تنتحاسبش شي مره الكونط ديالي نخلص نمشي نتقدى، يعني ما تنبقاش نتحاسب. حتى انا كانت خاصني شي حاجه ما تيخسرش ليا، ولا نقول لكم زعما تقرام معايا ولا ما تعطينيش الفلوس ولا شي حاجه، صالي راه توصلني في الشهر. ولكن كما قلت لكم هذا كون كنت نعرف التحرميه تكون انا ما عرفتش خرج منه،
ومني تنقول ليه دار في المغرب ولا شي حاجه تيقول لي المغرب انا اش غندير في المغرب، غير باش نعطيكم فكره. وما تنبقاش مليح لا خاصني نخرج منه دار لا خاصني نخرج منه هذه، والله الا عايشه في الله وصافي. زي ما تنقول نكبر ولادي غير نبقى لهم صحيحه، ما سوقيش وما تنخافش من المستقبل وما تنخافش من الحزقه وما تنخافش زعما ما يبقى عندي تاريخ. ما هادشي ما تيخلعنيش لحقاش انا عارفه راسي شحال داز عليا وعارفه راسي الا كنت بصحتي وكابابل ونفسيتي هذيك نبدا من تحت الصفر ونطلع راسي. اصلا انا ملي عرفته راه هادشي كامل تشوفوه في الدار وهادشي كامل راه انا اللي وقفت على رجلي راه ماشي هو بوحدو. المهم هادشي اللي كاين. عرفتي عرقت والله الا عرقت. شوف غنشرب اختي القهوه صافي بسلامه بسلامه لحقاش لبقيت تنمشي غنضرب من في الضيعه. هذا راه ماشي تصلاحي تسافري وتخليه، هذا راه تصلاحي ما عرفتيش ديري الخبر في راسكم. ممكن تنقدرش جا فيا انا بنت الناس مربي وعارفه شنو هي العشره والتعامل من الحول والولاد والدم. تيقتلوني بنتي يقولوا جري عليها. واي عباد الله انا راه ما تنعرفش الخدمه ديالها كامله، انا تنعرف غير نكاتيغوري لي فاكتور، نحل البوست ونراقب نشوف شكون يخلص ومازال ما خلص، نتكلف بشي حاجه لكن ندير البوست. يعني داك الخدمه السطحيه انا ما قارياش الكونطابيليتي وماشي ماشي قرايتي. يعني الا بغيت نولي راس الشركه خاصني نقرا ونخدم نقرا ونخدم وشحال. المهم باش تولي اوفيسيال زعما سيكريتير خاصك ديري الاوس بيلدونغ ديال تقرا يومين ثلاثه في السيمانه في الشولوم وديري يومين ديال براكسيس باش تولي اوفيسيال. يعني تخرج من بعد تقدري تخدمي بهذاك بهذيك الشهاده زعما مع جيستي شركه اخرين، يعني سواء في شركته هو ولا في شركه واحد اخر. هي راه ما يمكنش نجريو عليها يا شاف لحقاش هي ماشي اش غنقول لكم، هي مهمه يعني الخدمه ديالها اللي تدير مهمه. يمكن داكشي فاش استغلات وقالت لي خاصني الطوموبيل ولا بغيتيني نبقى نجي هو محتاجه في الخدمه، بالخصوص دابا مع كورونا داكشي قلت لكم كثرات عنده الخدمه بزاف. داكشي علاش قال لا مشات غتخليني ميرد زعما غتخليني في لا ميرد، وداكشي علاش بدات يميزي بلا ما يحس. وانا ما سوقيش غير اللي عندها شي طاكسي كيفاش الراجل كتاكلي منه الفلوس تقولها لي كيفاش يعطيك الفلوس يكون ماشي يشري لك الحوايج وداكشي لا واخا تقول لي طاكسي ما نعرفش اللي عنده شي نفس حاره على هذا هو حاله. المهم هادشي اللي كاين هادشي اختي اللي كاين، مابقاوش مطولين في هذا الموضوع خليونا ندوزو الصواريه ديالنا زوينه اختي. هاد النهار دايز من عمرنا ما غيرجعونا حتى واحد. انا صحتي ما كذبش عليكم واخا عطوني مال الدنيا والدين ما يرجعوش ليا. ربع شهور ديال السبيطار كامل ودوزت فيه احلى عيد ميلاد اللي هو 30 عام دوزته في السبيطار. زعما راه دازت عليا منين تغلبت على المرض وخرجت وليت بخير وعلى خير والحمد لله نحمد الله ونشكر. ما باغا حتى حاجه من هاد الدنيا ياك اختي. قولي انا بغيت عمرها ما تبقى حدايا وتربيني وما تمرضش وتمشي للسبيطار. مجلة لالا العروسة، اخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.